بسم الله الرحمن الرحيم. شرفت النهارده ضيف عزيز من دولة السعودية الشقيقة. الحمد لله على السلامة يا بطل. الله يسلمك يا إن شاء الله احنا النهارده هنشفط الدهون من الثدي على الناحيتين، جميل، هنا وهنا، وكذلك في تراكم للدهون في البطن وفي الجوانب. إن شاء الله نحاول نشفط كل الكمية ديت ونصور لكم العملية خطوة بخطوة. تابعونا. الحلقة بتاعتنا دلوقتي نايمة، هنشفط دهون البطن والجناب في جنبين هنا، سمك الدهون فيهم كبير على اليمين وعلى الشمال، كذلك على الثديين اليمين والشمال. هرجع لكم ان شاء الله في فيديو تاني بعد ما نشفط نصف الايمن وتشوفوا الفرق. تابعونا. الحمد لله احنا خلاص خلصنا الحلقه بتاعتنا، ده الشكل النهائي بتاعنا. شفطنا الدهون اللي في الجنب بالكامل على اليمين وعلى الشمال، شفطنا دهون الثدي، استأصلنا الغدد اللبنية. أتمنى إن الحلقة تعجبكم، أشوفكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم مرة تانية مع أخ عزيز شرفنا من دولة السعودية الشقيقة. شفطنا دهون الصدر، استأصلنا الغدد، شفطنا دهون البطن بالكامل. استأذن حضرتك كده، هنلف 90 درجة يمين وشمال. تمام، الحمد لله. تمام، الجنب التاني يا بطل. شفطنا الدهون والجنب، الحمد لله بقى فاضي خالص. تمام يا بطل، خلاص الحمد لله. حاسس بفرق؟ الحمد لله. ايه رأيك في التجربة معانا؟ الله يعطيك العافية وما قصرت، وفعلا شيء بيض الوجه. الحمد لله على السلامة. شكرا لك، تسلم ايدينك يا دكتور، ما قصرت. شكرا، الف شكر لك. شرفتني شرفتني. مثل ما توقعت واكثر ان شاء الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله. شرفتني يا بطل. السلام عليكم.